إلى غاية الآن لا نعلم مدى سوف نتخلص من فيروس كورونا، ولا نعلم أيضاً متى سيتم إنتاج لقاح خاص به. لذلك يجب علينا عيش حياتنا بطريقة طبيعية وبنفس الوقت الحفاظ على صحتنا وسلامتنا. تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريق عطس شخص مصاب أمام شخص آخر أو عن طريق التواصل المباشر. يجب عليك غسل اليدين بطريقة مستمرة ومتواصلة. 10% فقط من المصابين بفيروس كورونا تصبح حالتهم الصحية أسوأ، وغالبيتهم لديهم أمراض كثيرة من قبل. من الضروري أيضاً اتباع إجراءات الصحة المهمة لسلامتك وسلامة الآخرين. كل بشكل صحي ومتنوع، احصل على فيتامين دي الذي يؤخذ من الشمس غالباً. تذكر أيضاً إن الحركة مفيدة وجيدة جداً، ولا ننسى الذهاب إلى الجبال والمنتزهات طالما تحافظ على مسافة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بصابون والمطهرات. أخيراً وليس أخيراً، قم بقراءة الأخبار لكن لا تجعلها تسيطر على أفكارك. قم بالتواصل الاجتماعي مع المقربين والأصدقاء طالما الكل يحافظ على مسافة التباعد الاجتماعي. بشكل عام الاختلاط بالمقربين ليس خطراً على الإطلاق. اعتني بنفسك. مساء الخير جميعا، نعتذر عن التأخير وذلك بسبب مشاكل تقنية. أنا اسمي أسامة شاهين، طبيب أسنان وأخصائي في الصحة العامة والصحة المجتمعية ومؤسس لمجلة دار، مجلة للناطقين بالعربية في النرويج، ومعي هون أشهام علواني. أهلا فيك أشهام. أشهام طبيب من سوريا. نعم، طبيب خريج جامعة دمشق بسوريا، وحاليا انا بمشروع تعديل الشهادة الطبية. يعني بياخد وقت. هون نحن اليوم هو جزء من ويبينار بتقدمه منظمة بابيون، ومنظمة بابيون هي منظمة للنساء المهاجرات او الفتيات المهاجرات او من خلفيات مهاجرة. الويبينار هو جزء من عدة ويبينارات بتقدمها منظمة بابيون، وهون نحن بنقدمه باللغة العربية. رح نتناول الفيروس اللي هو فيروس كورونا وجائحة فيروس كورونا من ناحية طبية، سواء على الصعيد الجسدي والصعيد النفسي. عموما مثل ما بتعرفوا الأعداد ضخمت كتير بأوروبا بالفترة الأخيرة. نحن هلأ بوسط الموجة الثانية من الفيروس، الأرقام كبرت حتى هون في النرويج. طبعاً ما وصلنا لمرحلة بلاد أخرى، في فرنسا وصلنا لريكورد 42 ألف حالة باليوم على سبيل المثال. في النرويج كنا في الأسبوع الأخير 1600 حالة. الأرقام زادت وهذا السبب اللي اضطر الحكومة إنها تأخذ إجراءات جديدة بخصوص فيروس كورونا. الإجراءات تم تقريرها من 3 أيام، وسيبدأ العمل بها من اليوم، ابتداء من يوم الأربعاء. رح نمرق شوي بس على هدول الإجراءات اللي أهم النقاط فيهم، اللي هو أنه الواحد ما بصير يكون عنده أكثر من 5 ضيوف. والشغل الثاني هو أنه بدنا نحاول نختلط بشكل أقل مع عالم بشكل أقل. يفضل أسبوعياً ما يلتقي الشخص مع أكثر من 10 أشخاص مختلفين. المدارس الابتدائية طبعاً ورياضة الأطفال تبقى استثناء من هاي الإجراءات. فيهم ينبسطوا بأعياد ميلاد أو حفلات الهالوين اللي راح تصير قريباً. وفي بخصوص الكمامة، صار أنه يوجب استخدامها في الأماكن يلي الشخص بحس أنه هو ما عم بقدر يحفظ المسافة يلي هي حالياً متر. إذا أي شخص بحس أنه هو المسافة غير مضمون أنه تم حفظها بمتر واحد، فيفضل وضع الكمامة، وهالشيء بأغلب الحالات عم بيكون بالمواصلات النقل العام، والعمل من المنزل في حال أمكن ذلك. هذا كان بس مرور سريع على الإجراءات الجديدة. مثل ما قلنا أنا، إحنا هون بدنا نناقش الموضوع على الصعيدين. أول جزء راح يكون على الصعيد الجسدي، الفيروس على وأثاره الجسدية، وبالفقرة الثانية بدنا نتناوله
وآثاره النفسية والعواقب النفسية اللي بيسببها. وأهلا فيك مرة ثانية يا شام. بدنا نحكي شوي عن أمور تقنية صار يمكن الأغلب بيعرفها، هي خاصة بفيروس كورونا، بس كمان بنفس الوقت من كثرة الأخبار عن كورونا نسينا شو هي القواعد الأساسية، بس إذا نمر عليهم بشكل سريع. تمام. أول شيء شكراً للويبينار المحصل. نحن حالياً مثل ما حكيت الأرقام عم تكون بازدياد، من يومين تقريباً كان في رقم عدد الحالات في النرويج بشكل عام هو أكبر من أي يوم سابق من بلشت كورونا إلى يومنا هذا. فعلياً هذا الشيء يستدعي مبادرات من هذا النمط، جداً مشكورين الجماعة على هذا الشيء. بالنسبة للموضوع الأساسي اللي هو اللي الناس حطته أكيد يعني، ولكن مو غلط الواحد يذكر فيه بالمحصلة، مواضيع من قبيل التباعد الاجتماعي أو التباعد الفيزيائي، خلينا نسميه أكثر من اجتماعي، كما رح نحكي عن الصحة النفسية. لما نحكي عن موضوع غسل اليدين، هو هذا الموضوع الكل بيعرفه وكل سمع عنه، لكن هو فعليا لما نحن نحكي غسيل اليدين قد الناس تفكر انه شو هالموضوع البايخ، لكن هو موضوع جدا قيم وجدا مهم. اضافه لذلك طبعا بالشكل الطبيعي موضوع العنايه بالصحه الشخصيه، الواحد بالمحصلة نحن نعرف الناس اللي تكون مناعتهم قويه على سبيل المثال او جيده، فارتكاسهم للمرض راح يكون اما ممكن يمرق المرض بدون اي اعراض، او ممكن اساسا يكون المرض خفيف عندهم بالمحصله. فامور من ناحيه غسل اليدين، استخدام المعقمات لليدين، استخدام الكمامه، الموضوع اللي واخيرا بالنرويج صار مطبق، يعني كل دول العالم ما عدا النرويج يمكن اللي ما طبقت هذا الموضوع بشكل عام. تمام. موضوع الكمامه هو موضوع جدا مهم، كثير صار عليه اشكاليات ايام زمان والناس، وهذا الشيء اللي بيخلي الناس تحس بانه ليش هي ممكن تكون شوي الأخبار متضاربة. خلينا نحكي الكمامة تشتغل، الكمامة تشتغل، هو السؤال المهم هون هو شو السؤال لحتى نجاوب؟ هل هي تقيني من الكورونا؟ قولا واحدا لا تقي من الكورونا شخصيا، ولكنها هي تقي من أنه أصيب الآخرين بالكورونا، وبالتالي كل ما زاد عدد الناس يلي عم يستخدموا هاي الكمامة بالتالي رح يقل نسبة انتشار المرض. لأن النقطة اللي جدا مهمة بالمحصلة، الكمامة اللي هي عبارة عن قطعة القماش اللي عم نستخدمها نحن بالمحصلة، ضروري جدا نفهم شلون ينتقل المرض لحتى نعرف شلون نستخدم هذا الوسيلة. المرض عم ينتقل عن طريق القطيرات التنفسية أو الشيء عم يطلع بالمحصلة من السبيل التنفسي أو من الفم. المحصلة الكمامة لازم تغطي الفم والأنف، مو مثل ما احنا نشوف أنه غالبية الناس ممكن تخلي الأنف موجود على سبيل المثال أو ظاهر. بالمحصلة أيضا في الاستخدام الخاطئ لموضوع الكمامة اللي عم يكون أنه بالمحصلة الكمامة هي استخدام منه مدى الحياة. المحصلة الغالبية من الكمامات هي كمامات استخدام مرة واحدة. لما نحكي كلمة استخدام مرة واحدة في سبب، السبب أنه أنت بعد ما عم تمسك هاي الكمامة عم تمسكها من قدام بالغالب، تمام، لأنه من النادر أنه حدا يشلحها بالطريقة الصحيحة. لو مسكتها من قدام أنت بعدها، على سبيل المثال أنا كنت لابس الباص، طلعت من الباص شلحتها وكبيتها، لنفرض أنه أنا التزمت الموضوع أنه أنا شلحتها وكبيتها، وبعدها رحت فت على شي محل ومديت إيدي ولمست شي، هون صار المشكلة. بالمحصلة الكمامة لما أنا لابسها هي وسيلة للعدوى، صارت بعد ما استخدمتها المحصلة في تتبلل أساساً، يطلع فيها بلل. فالاستخدام الأمثل للكمامة يكون تحديداً لما الواحد بده يشلحها، حيث أنه هو هاي الكمامة أنا عم ألبسها مشان ما أعدي الآخرين، وإذا أنا لما شلحتها رجعت لمستها بإيدي ورحت كملت حياتي عادي، أنا لساني عم أعدي الآخرين. وبالتالي أوكي، نصيحة بهالحالة تصفي، جدا قيم ان الواحد يكون معه مثلا سبريت كحول مثلا، فبعد ما يشلح الكمام اذا ما حسن انه يشيلها من اذانه لازم يشيلها حصره من قدام كله، ففورا يعقم ايده على سبيل المثال. فدائما في سؤال بحير العالم، شو الفرق بين تسال العالم هاي كورونا بقول لها هاي انفلونزا هاي حساسيه، بس اذا نحكي شوي شو هي الفوارق، خصوصي انه هن نناتهم هي انتانات رئويه. تماما. شيء تنفسي بالمحصله. نحن دائما لما يكون في عندنا هذا الشيء، نحن في عندنا ما عم نحكي عن الفلو العادي الرشح، ممكن نحكي عن الجريب، وفي حاله اضافيه اللي هي مو كل الناس عندهم اياها اللي هي الحساسيه التنفسيه، والاضافه للكوفيد 19 اللي هو الكورونا.
مال الدنيا وشاغل الناس يعني. الفكره منصف انا حاليا عم داوم بفصلية كونتور ببرغن تماما كتدريب فعليا. ففعليا يجينا كثير حالات تمام يتصلوا بالفصلية انه انا عندي اعراض فشل سيمتومر، اعراض رشح على سبيل المثال. الاشكاليه بتصفي وين؟ انه نعم هناك خلف اعراض اساسيه خاصه من ناحيه شو، انه هي تاتي اكثر عند المصابين بكورونا، اللي هي موضوع السعال الجاف، موضوع الحراره، وموضوع ضيق النفس. لكن هذا لا يعني انه ما ممكن يجي مريض كورونا ومعه فقط لا غير التهاب حلق على سبيل المثال. فنحن من الصعب بمكان انك تميز، لذلك نحن اي حدا يتواصل مع الدكتور تبعه مع الفصليجة تبعه انه انا معي هاي الاعراض، فالنصيحة دائما يجب ان تكون اعمل فحص كورونا. لانه نحن بالخط العام ممكن تحكي انه اوكي يعني بالغالب ما انها كورونا، بس ما فيك تثبت هذا الشيء. بالمحصلة في اعراض مثل اسهال، الام بطنية، ما الى ذلك. الاعراض تجي بنسبة، يعني يقال انه هاي النسبة ممكن تصل ل 5% من حالات الكورونا يعني بكل الكوكب يعني، بس ما فيك تنفي شيء نهائيا. لذلك دائما الكورونا لا تشخص عرضيا، تشخص عن طريق الفحص. نعم. مرات بيعاني من الشخص طبعا رغم توافر معلومات كثير عن كورونا، يمكن هذا الشيء بسبب الاخبار اللي نحن دائما نحكي عن كورونا بس ما نحكي بالتفاصيل المهمه عن الفيروس. بس وحده من الشغلات اللي يمكن كثير بحاجه العالم يعرفوها انه هو بحاله الشك انه هو حاليا يمكن معه كوفيد 19، او ممكن يكون هو اعراض انفلونزا وحابب يفحص حاله، او انه هو كان شخص على تواصل مع حدا ثبت او فحص ايجابي لفيروس كورونا. شو لازم الشخص يعمل؟ ونحن هنا بنحكي بالسياق النرويجي. تمام. كون احنا موجودين هون بالنرويج، انت ذكرت نقطه جدا مهمه اللي هي انا لما نحن نسمع الاخبار، بس لما يصير الامر واقع نحس انه احنا ما سمعنا اي خبر او ما علق براسنا اي خبر، وهذا الشيء جدا طبيعي بالمحصله. هلا لما نحن نحكي عن ما يسمى بالنرويجي المستنكة، على انه الواحد يكون في عنده اصابه او شك بالاصابه، هو اما لانه بلش تطلع عندي اعراض أو إنه في شخص أنا على تواصل معه طلع عنده أعراض أو انفحص وطلع إيجابي. هلأ بعموم الحال كل شيء يبتدأ من فكرة جدا مهمة، اللي هي إنه نحن نثق بالنظام الصحي اللي عندنا، وبالتالي أولا الفحوصات موجودة بالنرويج بكل مكان. على سبيل المثال أنا شخصيا كإنسان عادي، ما عم أحكي على أنه أنا شخص ممكن يكون له مرجعية طبية وما إلى ذلك، بلشت عندي أعراض خاصة بموضوع الكورونا، أو خلينا نحكي أعراض خاصة بالتنفسية نحن خلينا نحكي. فالشيء الصحيح اللي يتساوى بهذه الحالة مباشرة يتواصل الواحد مع مراكز الفحص، سواء كان ليجافاكت، سواء في مراكز خاصة بموضوع تماما بفيروس كورونا، نتصل فيهم خدمة على مدار الساعة كما يقال يعني. الحل دائما انه نحن نروح نساوي الفحص الان. طيب انا شو راح يكون وضعي من هون لبين ما تطلع نتيجه الفحص؟ اذا انا في عندي اعراض تنفسيه، اي شخص معه اعراض تنفسيه فهو ينحط بما يسمى بالكارانتين، اللي هو الحجر الصحي وليس العزل الصحي. العزل هو لمن اصيب واثبت اصابته، تمام. فبالحجر الصحي على سبيل المثال، اذا انا مثلا انا وياك موجودين حاليا، تمام، انا طلع عندي فحص كورونا إيجابي، تمام، وأنت ما عندك أعراض، أنت ما تحتاج لكارانتين، ما تحتاج لحجر صحي، بس يجب أنك تساوي الفحص. إذا أنا طلع عندي إيجابي وأنت عندك أعراض، أنت لازم تكون بكارانتين، لأنه أنت غالباً رح يكون عندك، ممكن يطلع سلبي، تمام. فمثل ما حكينا أول شيء، دائماً يجب أن ننطق من آلية أن نحن نثق بالخدمات الصحية المطبقة. وبالتالي الخطوة الأولى أنا برأيي دائما هي إما تتواصل مع مراكز الكورونا، إذا ما عرفت تساوي هذا الشيء الكثير جدا من المرضى بالنرويج يتواصلوا مع الفصليجة تبعهم، مجرد اتصال، تمام، إي كونسلتشون يسموها، اتصال مع الدكتور، والدكتور هو اللي يقوم بتحويلك لمركز خاص لموضوع فحص الكورونا وما إلى ذلك. بالمحصلة مثلا نحن هون في ببرغن على سبيل المثال،
ففي اللكس بوك سنتر تقريبا، هو كان دروب ان، وفعليا تروح تشيل حالك تقعد تستنى على الدور وخلصين، الموضوع لا يحتاج اتصال ولا يحتاج شيء تماما، هو مجرد تشيل حالك وتروح تقف على الدور وتخلص من الموضوع. فما في داعي كثير الواحد يرسم مخاوف حوالين الموضوع مباشرة، خليك مباشرة على يعني ريت بوساك كما يقال، يعني خليك مباشرة على القضية، سوي فحص الكورونا. كمية الذكريات تطلع عنك. نعم. إذا بدي أسألك أنت كشخص أصلاً، ننسى شوي نضغط شوي على المجال الطبي، بدي أسألك أنت كشخص كيف تتعامل مع القلق والتوتر الخاص بفيروس كورونا؟ شوف بالمحصلة يعني هو الناس تفرق عن بعض، بس دائماً الواحد يحاول يعني بالمحصلة. أنا بحس إنه أنت كمان أكثر من تحكي عن الموضوع مني يعني، بس أنا دائما بحس بأنه خصوصي لما نبلش نحن شيء غير مسبوق، اللي هو أنه البلد سكرت، أي حدا عايش حاليا لم يسبق عنده هذا الإحساس، بلد سكرت بسبب عدو بين قوسين لا نراه ولا تعرف مين اللي رح ينقل لك إياه أساسا، فهي تجربة نفسية جدا للأمانة جدا ثقيلة. اللي يساعد بهذا الشيء رغم أنه ممكن تكون غريبة شوي، أنه واحد يكون عنده روتين إيجابي لحياته. فكرة وجود الروتين، لأنه أنت بالمحصلة عم تضطر أنك تكون بالبيت، تمام؟ أنا أعرف أنه هو ممكن يكون الموضوع أسهل أنه ينحكى أنه هو يطبق، تمام؟ بس أوكي، ما له مشكلة أن الواحد يمر بفترة مكركبة شوي، بس آخر شيء يوصل لمرحلة أنه يعني أنه يوقف على رجليه. خلينا نحكي الطريقة الأنسب مشان الواحد يحسن حتى من ناحية mental health، من ناحية صحة نفسية، يكون الواحد عنده نمط من الروتين الإيجابي بالحياة تبعه. لما تكون حياة فاضية، ما في شيء مخطط له، أنا كمية، لأنه رح تتحول لشخص يا أما يتابع الأخبار 24 ساعة ويتحول لشخص جداً قلق بسبب الفيروس، يا أما رح تتحول لشخص قاعد طول النهار عم يلعب بلاي ستيشن أو أي شيء، تمام؟ في ناس ممكن تروح تتجه باتجاه موضوع إدمان، مواضيع إدمانية على سبيل المثال. الحصول على روتين إيجابي بالحياة يضمن كل شيء، الاستمرار بالتواصل مع الناس، إذا أنا بعائلة أو بجو أسرة أو ما إلى ذلك، الحصول على حالة أكثر من التواصل مع الأهل على سبيل المثال أو مع المشاركين بالبيت. كلمتين فقط لا غير، روتين إيجابي، أعتقد أنه هي سر لصحة نفسية جيدة بزمن الباندميك. بزمن مليون مليونين 10 مليون، بس انا واحد الارقام مثلا اللي بذكر بشهر 4 او بشهر 5 احنا وصلنا لمليون اصابه حول العالم. بعدين انا طلعت انه شو اهميه هذا الرقم، يعني شو اهميه انه احنا هلا وصلنا لمليون، هو رقم انا متاكد مليون بالمئه هو غير صحيح، هو رقم اكبر من هيك بكثير، هو رقم يتعلق بقابليه الدول قديش عندها سعه تماما خلص ليش عنده شفافيه. انسجام الارقام يعني مشكله كثير كبيره. المشكله الثانيه اللي حسيتها اذا بدي احكي على نطاق نرويجي، ف احد الشغلات مثلا انه نحن بشهر مثلا ابريل او بنهايه مارس كنا كثير خايفين انه يتكرر سيناريو ايطالي او اسباني. نعم. بس اذا نحن بنعمل نظره بسيطه عن المشافي او تعداد قدرات المشافي النرويجيه، نحن باقصى الاحوال وصلنا ل 90 شخص موجود بالمستشفى وعم بحاجة بيكون بالعناية المشددة. هذا أقصى رقم وصلنا له بشهر 4 بينما قدرة المشاكل النرويجية في عندنا 600 سرير أو 600 غرفة عناية مركزة، بالإضافة في أكثر من 500 منفسة غير لا تستعمل حاليا، هي تم شراءها وقت فقد إنفلونزا الخنزير. يعني بالمحصل العام نحن تقريبا في 1100 منفسة. إذا أنا بدي أقارن بالرقم اللي كان موجود 90 ل 100 شخص، نحن كتير بعاد عن إنه نوصل لمرحلة إنه شخص بيتنفس ما يكون إله علاج، اللي هو السيناريو الإيطالي أو السيناريو الإسباني. ف
فحسيت أنا أنه في هاي المعلومات هي جدا مهمة، مو لأنه تخلي الواحد يرتخي بموضوع الكورونا ونحن ما عندنا شيء معناته نحن ما في داعي نخاف، بس هي فكرة أن تعطي الواحد تطمين داخلي أنه الوضع مو بالحرج تبع أنه أنا أنهار نفسيا، بس هو الوضع بس بيحتاج بالفعل مثل ما أنت قلت أول شيء عنجد هو غسل إيدين وكمان تماماً حرص شخصي. دائما نحن بنحكي بأنه للتعامل مع هاي الأزمات ضروري جدا الواحد يكون مستعد لكن ليس قلق. بالمحصلة أنا بحس الطريقة الأفضل لتجاوز حالة لأن خليك واقعي الناس بالمحصلة رح تقلق وقلقت أساساً، وخصوصي حالياً نحن داخلين مثل ما حكيت موجة ثانية، فرح يرجع يحس الناس إنه نحن دائماً في عنا حكي تبا دائماً الموجة الثانية تكون أسوأ ودائماً وما إلى ذلك. جداً مهم إن الواحد يعلم نفسه. شو يعني يعلم نفسه؟ أول شيء يعرف من وين بده يستقي المعلومات. الحالة اللي ذكرتها أنت الأرقام أرقام أرقام مضت فترة أنه فعلاً نحن قاعدين تبع حسابات، أوه صار في 100,000 هون، صار في كذا صار في كذا، هذا الموضوع لا يهم، هذا الموضوع نهائياً بالعكس أثره السلبي على الصحة النفسية هو أكبر بكثير من أي شيء ثاني. حالة تتبع القنوات وكذا وهيك شيء، أنا بدي أرجع أحكي هاي الكلمة حكيتها أول شيء، نحن نثق بالمنظومة الصحية. احنا في عنا الفولك هيلث انستيتوت اللي هي مركز الصحه العام النرويجي يلي هو قدم معلومات كامله ومفصله وبكل اللغات حتى باللغه العربيه. انا كشخص لا استقي معلوماتي من اي مكان، حتى يعني انا ما لي كثر جدا الموضوع تبع في حكي على الفيسبوك، في حكي على مدري وين، في حكي اوكي كله صح، بس انا لا اكترث الا بمصدر واحد. هذا الموضوع مو مشان أنا أخذ أخبار غلط أو لا، مشان ما أوصل لمرحلة تشتت، ما بدي يكون overwhelmed يعني أنا واحد يوصل لمرحلة من إنه هو متشتت على الأخير، كمية مهولة من المعلومات، قلق، حالة قلق anxiety حقيقية الناس تحتاج فيها لرعاية صحية نفسية. كان فكرة نحن نبلش بعدين بس بسبب جائحة كورونا المعلومات المغلوطة كثير كبيرة. بدأنا بالمجلة واتبعت سياسة إنه فكرة إنه الأرقام غير مهمة بشكل يومي، الأرقام مهمة بشكل أسبوعي. مثلا أنا تقرير أسبوعي بيكون جدا مهم إلا بحال حصل طارئ خلال مثلا من التنين للتنين، إلا بحال مثلا حصل طارئ خلال الأربعاء مثلا صار عندنا أوت بريك مثلا بمدينة جديدة النرويجية أو يعني هاي الأخبار مهمة. بس في صار نوع من نمط الأخبار العاجلة اللي هو وفاة شخص هون أو إصابة شخص هون، اللي هي عن جد هي بس بتبعث على القلق. مثل ما قلت إنه أنا مصدر واحد للأخبار هو جدا شيء مهم، لأنه المصادر بتنوع الأخبار وبتتناول الأرقام بطرق كثير مختلفة. طبعاً. شيء كثير مقلق. بس هون إذا أنا بدي نحكي شوي عن موضوع الأطفال وكيفية التعامل معهم. والله هو تحدي كبير للأمانة، يعني بالمحصلة أنا بيجي يعني أنا ما عندي أطفال، أنت ما عندك أطفال، بالمحصلة قد نكون آخر حدا ممكن يحكي عن الموضوع يعني، بس هو تحدي جدا ضخم لأنه نمط الحياة اللي نحن عايشين، نحن نحكي عن النرويج طبعا، نمط الحياة اللي عايشينه إنه الطفل يروح على الروضة أو يروح على المدرسة والأهل رايحين، ففعليا كمية التماس بين الأهل والأبناء على سبيل المثال محدودة آخر اليوم بالهل كذا هيك شيء، لكن فجأة أنت صرت أو كله قاعد بالبيت، كله موجود مع بعضه بالبيت. في نقطة جدا مهمة أنا بحب إنه بعض النصائح يلي هي ممكن تتأخذ المحصلة من جهات دولية متخصصة بهذه الأمور. أحدها والأهم النصائح لما تكون خاصة بالأهل بالوالدين يعني بين قوسين. جدا مهم نحن انه نتاكد من انه اطفالنا لساتهم على علاقه اجتماعيه مع اصدقائهم. هاي نقطه جدا مهمه لانه بالمحصله هو متعود على انه هو يشوف صديقه كل يوم على سبيل المثال. هلا بالمحصله اوكي انا حاليا عم يداوم على المدرسه لسه في دوام مدارس وكذا الوضع اضبط، بس لما تذكر لما سكرت المدارس بشكل كامل جدا قيم وجدا مهم انه الاهل دائما انه حكيت مع صديقك او مع فلان او كذا هيك شيء لازم هو الشغله تكون هي طالعه من الاهل تحفيز انه احكي معه كذا. يعني احنا صحيح ما عم نشوف بعض وش لوش، بس نحن بصراحه هاي البانديميك هاي الجائحه اجت بافضل زمن للبشريه، بمعنى
بمعنى لو أنها جاية من زمان أنت انقطعت جذريا عن كل أصدقائك عن كل أهلك. نحن حاليا قاعدين أنا وياك عم نحكي لكثير ناس عم تتفرج علينا طريق الإنترنت، فالزمن اللي عايشين فيه فيه كتير أدوات تمام جدا تسهل التعامل مع هذا النمط من الإشكاليات. أكيد قبل واحدة لازم طبعا طبعا. فبالنسبة للأهالي أنا بشوف إنه وبكذا مكان بكذا دراسة الأهالي يجب إنه يكونوا جدا منتبهين لموضوع إنه نحن نحفز الأولاد تواصل مع أصدقائك، حكيت معهم شيء اليوم كذا ما إلى ذلك، من هالنمط هذا يعني هي كفكرة يعني. خلال جائحة كورونا الأوف يعني صعب كتير على الأهالي خلال فترة مثل صعبة مثل هاي الإغلاق. ليش هلأ ما في مدرسة؟ شرح هاي التفاصيل هو جدا مهم، إنه شرح تفاصيل بصدق إنه هذا هو اللي عم بصير. الأطفال قادرين على فهم الفيروس لأنه هو شيء غير مرئي بالنسبة لنا وبالنسبة لهم، بس إنه كمان قادرين على فهم هذا الشيء. بس كمان نحن بحاجة إنه نشرح لهم الأمور بطريقة مو باللغة مثل اللي نحن عم نسمعها. يعني ما فينا نقول للولد حجر صحي تماما، او ما فينا نقول له عزل صحي تماما. فبنستخدم بكلمات بسيطه نشرح للاطفال هذا الشيء، خصوصا لما مع الجائحه الثانيه فالاطفال ممكن يتعرضوا لضغوطات معينه ما يمارسوا حياتهم مره ثانيه، وهذا هو اصعب يعني هو تحدي صعب كثير، خصوصا انه بالفتره الاولى صار اغلاق رجعوا انه مارسوا حياتهم الطبيعيه، فهو ذهنيا خرج من خلص. ايوه تماما، هو ذهنيا خرج من الكورونا اللي احنا البالغين عم نحس فيه. صحيح يعني الواحد صار أكثر رخو مثلاً بشهر 4 كنا كثير متشددين بموضوع قديش نبعد عن العالم قديش القلق، هلأ الواحد طلع ذهنياً شوي من الكورونا، فهذا الشيء كثير ممكن يأثر على الأطفال تماماً. كيف يضلوا بالأجواء تبعه، كيف نحن نحافظ عليهم أنه انتبه أنه فيك تمارس حياتك الطبيعية، بس انتبه يعني كمان ينعطوا شعور المسؤولية الشخصية باتجاه كبار السن يلي هن مسؤولية الكل مو بس تماماً. مسؤولية الأطفال لا شك. لا شك. نحن مرينا على الشغلات الأساسية، بس بنشوف إذا في أي أسئلة من الجمهور أو من المشاهدين. لا حين لازم نشوفه جوا. في نقطة بس حابب إني لبينا ما نشوف إذا في أسئلة من اللي عم يحضروا البث. يعني حكيتها كذا مرة بالمحصلة، نحن لما يكون في عندنا مرجع واحد للمعلومة هذا يعطينا معلومة صحيحة ويعطينا حالة صحية نفسية صحيحة، فهي نقطة جدا مهمة بالنسبة لموضوع التعاطي مع الأطفال. كل شيء أي سؤال ممكن يخطر على البال، إذا أنا فرحت وفتحت على منظمة الصحة العامة النرويجية رح تلاقي عنه أجوبة، رح تلاقي حتى على موضوع على سبيل المثال الجميع يستخدم الانترنت بشكل طبيعي جدا متوافر جدا متوافر فكره انه شلون بدي احكي مع اولادي، في رسومات خاصه في بروشورات خاصه. فانا جدا اشجع الجميع على انه خلي عندك مصدر واحد للمعلومه يلي هو المنظومه الصحيه اللي احنا نثق فيها اللي هي سواء الفرقة هيلث انستيتوت او الفاست ليجا تبعي ليجا فاكت وما الى ذلك. يعني صحيح النقطه اللي الامارات عم تعملها في الطبيبه النفسيه بتحكي عن فكره انه بنسبه المعلومات حاول تلاقي مكان واحد للمعلومه، انه موضوع جدا مهم تمام. لانه موضوع انك انت عم تسمع معلومات من طرق مختلفه، مثل ما قلنا الارقام كيف الواحد بيستخدمها. أنا بالكورونا في عدة أرقام، في منها أرقام الإصابات، في أرقام العالم موجودين في المشافي، في أرقام الوفيات. بكتير مواقع أنا شفت الرقم الوفيات هو الرقم الأول، بعدين بيجي رقم الإصابات اللي هي رقم الوفيات اللي بيسبب كتير خوف، بعدين رقم الإصابات اللي هو مليوني ولكن هو لا يعني بالضرورة شيء مخيف. فكتير العالم صارت يعني كيف هاي المحطات عم تتناول الأرقام بطرق مختلفة، فمشان هيك عدد مثل ما قلت المصدر. يعني الواحد يعتمد مصدر واحد يكون هو تمام، لانه مثل ما حكيت لغه الارقام بهذا الشيء هي تعني بعض الناس ولا تعني الجميع. يعني لما اجي اطلع خلينا نفتح جوجل وحط اعداد الاصابات بالعالم كله شوف انه في عندي 44 مليون وعندي فوق المليون مصاب تمام 44 فاصله فوق المليون شخص مات
اي بس في 39 مليون شوفوا، انا ما بطلع هذا الرقم، الانسان العادي راح يخاف وما حيطلع على هذا الرقم. كثير ما بالضبط بالضبط، مثل ما حكيت هن ببلشوا بالاوكي انا فيني افهم العقليه تبع انك انت تعرض الاشكاليه اللي موجوده، بس احيانا بطيب نيه بين قوسين انت عم تكون عم تعطي اثر سلبي على المجتمع ككل. ما بعرف اذا في اسئله من ال ما في اسئله بس اتذكر بشغله انه القواعد اللي حكيناها هي تخص عموم الناس. القواعد الاجباريه هي القواعد اللي هي القواعد اللي بيتم تناولها من البلديه الخاصه بكل مدينه، يعني بلديه برغن مثلا القواعد اللي تطرحها هي الاجباريه، هي اللي لازم الواحد يعني كل واحد يتبع مع القواعد الوطنيه والقواعد البلديه. بس يمكن شايف في اسئله ممكن في اعراض مشتركه لكل المصابين. حكينا بالبدايه بالمحصله احنا في عندنا ثلاث اعراض رئيسيه هي الخاصه بموضوع الكورونا، خاصه طبعا لما بحكي انه خاصه يعني هي اكثر تواترا انه تظهر عند مصابي الكورونا، اللي هي موضوع الحراره، ارتفاع الحراره، موضوع السعال، اضافه لموضوع ضيق النفس. ولكن هذا لا يعني بانه فقط بالمحصلة التهاب الحلق، بالمحصلة آلام العضلات والمفاصل، بالمحصلة حتى ممكن إنه إحنا نوصل لمرحلة إنه إسهال أو مشاكل هضمية أو بدون أعراض نهائية. مثل ما قلت أنا الفكرة الأساسية إن الواحد يشوف التعليمات اللي عم تصير بكل بلدية بالنسبة للجائحة الثانية، وهلا صار تطبيق القواعد الوطنية اللي أصدرت من ثلاث أيام رح يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم. الحلقة هاي رح حكيناها نحن هلأ رح يتم عرضها كفيديو، وصحة منظمة بابيون رح تعمل ويبينارات بلغات متعددة كمان منها اللغة العربية، فكمان فيكم تشوفوا معلومات أخرى. شكرا كثير على المتابعة وشكرا كثير هشام. شكرا لك للمنظمة وبالسلامة للجميع، وبعيد عن الإنفلونزا والكورونا وكل الفيروسات.